عبر الهاتف للتعليق حول هذا الموضوع الدكتور فتحي الفاضل الكاتب السياسي والأستاذ الجامعي. دكتور فتحي، مؤتمر ثلاثي آخر ليس به جديد يعارض التدخل الأجنبي، هل مصر من ضمن الحدود الليبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر قناة التناصر على هذه الفرصة الطيبة، وحيك سيدي كريمة وحيي مشاهيك الكرام. حقيقة يعني والله العظيم خزي وعار يعني على الوضع بصفة عامة، يعني على الأقل من باب حفظ ماء الوجه يشترك معهم شخص آخر يا أخي ليبي. سبحان الله، هذه قضيتنا، هذه وطننا. يعني هذا أمر لما اجتمعوا في المرة السابقة ربما كان اجتماعهم يا سيدي مفاجأة ومرت، لكن كان يجب أن يحذر الأخوة المسؤولين في ليبيا أن يحذروا من مغبة هذه الاجتماعات التي يغيب عنها العنصر الليبي. أنا شخصيا يعني أثمن حتى الآن على الأقل مواقف الجزائر المعلنة، لكن أن تكون مصر ضمن لجنة أو ضمن مجموعة أو ضمن اجتماع لحل مشاكل ليبيا في هذا، يا أخي الكريم، كارثة. يعني هذا التناقض على أصلا، هذا يعني هؤلاء الناس مجرمين يا أخي، يعني يقصوا في مدننا، يقصوا في ليبيا، ويتحدثوا عن تدخل عسكري بالطيران وتدخل بري. وزادوا دكتور فتحي، هم عارضوا التدخل الخارجي وقالوا بأنهم يريدون حل للصراع وللأزمة في ليبيا. هل قصف مصر الذي قامت به لدرنا والجفرة ومن قبله أيضا حتى القصف الإماراتي، هل هو ليس تدخلا خارجيا؟ هل هي مثلا قوة محلية في الصراع الليبي؟ وهذا يا أخي الكريم أمر أصبح المواطن الليبي الآن يتساءل فيه في الشارع، يعني شنو التناقض؟ يعني على الأقل إذا أنتم بتضحكوا علينا سياسيا وبتضحكوا علينا إعلاميا، أقل ما فيها احترموا عقولنا يا أخي. أضحكوا علينا بطرق معقدة لا نستطيع اكتشافها، لكنك أنت تقصف في الجفرة، تقصف في درنا، وتدعم في حركة عسكرية ميليشيات إرهابية معطلة بناء الدولة الليبية الآن 3 سنوات، ما تسمى بعملية النزالة، تدعم فيها بالسلاح، تدعم فيها بالإعلام وفي السياسة وفي المحافل السياسية في الدول وفي مجلس الأمن، ثم تتحدث عن عدم التدخل الخارجي وأن الحل حل سلمي وأن الحل ليس عسكري. حقيقة هذا مصر معلنة الحرب، هذا مش تدخل، كلمة تدخل هذه لطيفة جدا. مصر أعلنت الحرب على ليبيا في قصفها لدرنا، قصفها لأغلب المنطقة في الجفرة، ثم تجلس لتحل المشكلة. والله هذا عار، هذا احتلال، هذه وصارة. يعني أنا أستغرب من تونس والجزائر كيف لا يطردوه، هذا يقول أنت مالكش دخل، المفروض يحول الممثل المصري هذا المجرم ولا لا، ويدخل ممثل لليبيا. يعني البعض يرى دكتور فتحي، دكتور فتحي، البعض يرى بأن الملف الليبي وحالة الضياع التي يعيش فيها المشهد السياسي في ليبيا سبب وجيه جدا للعديد من الدول الإقليمية وبالذات دول الحدود المشتركة معنا للمساومة دوليا بالقضية الليبية. نعم سيدي الكريم، هو الذي يدعم الذين يتصدرون المشهد السياسي، أعتقد شيء طبيعي. يعني هذه الجملة التي أقولها يعني هي للتفكير، لكن في الأصل الذين يتمسكون بمواقع القرار السياسي في ليبيا ولا لا، وتحدث على البرلمان، تحدث على مجلس الدولة، على المجلس الرئاسي، أنتم تقودون البلد وقاعدين يجتمعوا عليكم ويفشخوا فيكم ويدخلوا فيكم عسكرية. على الأقل تحدثوا يا أخي، اشتركوا يا سيدي، اشتركوا في الاجتماعات أقل ما فيها. يعني أما يقسموا في ليبيا وقاعدين يقسموا في مناطق النفوذ ويقسموا في الكعكة، عطهم سم ولا لا، وأنتم بعيد عن المشهد. بكره بعد بكره استغرب قله الادب من مصر. يعني ربما تونس والجزائر المغربيه الى حد ما مصالحنا فعلا مشتركه بشكل او باخر، المصالح الامنيه، المصالح الاقتصاديه الى حد ما، لكن مصر معلنه علنا اطماعها علنيا وسلبيا. اعلنت اطماعها في وطننا ليبيا علنا امام العالم في كل مره تعلن هذه الاطماع، فكيف تجلس؟ طيب دكتور فيها يعني على الاقل الجزائر، على الأقل الجزائر تونس لم يعلنوا على من الآن أطماع ظاهرة. يعني نعم تفضل دكتور. هذا من ناحية أخرى، المتضرر الوحيد من الأزمة التي تمر بها البلاد ومن غياب صورة واضحة للمشهد السياسي وحتى تعطيل كامل لمؤسسات الدولة والفوضى العارمة التي على الساحة الليبية، المتضرر الوحيد منها هو المواطن الليبي. لماذا لا يصنع تغيير مثل الذي حدث في 2011؟ لماذا التعلق بالمشاريع الخارجية؟ لماذا هذه السلبية الحادة جداً؟
نعم سيدي كريم، في 2011 العدو واضح، كان العدو مشترك بين جميع الليبيين. الآن للأسف الشديد نحن، أنا لا أستغرب الصراع بين أنصار ما يسمى بالكرامة ولا لا، وأسأل الله تعالى أن الكثير من القبائل الآن بدأت تعي يعني أنهم أضاعوا شباب وأبنائهم في سبيل أن يحكم أبناء يعني أو أشخاص أخرى، دماء ضاعت وهمشوا وقتلوا وقتلوا. لكن الصراع بين أنصار الكرامة والذين يعادون محتى حد ما هو مرفوض، لكن على الأقل مفهوم، هناك ما يبرره. لكن ما هو المبرر أستاذ محمد؟ أن يتصارع الليبيين الذين يتفقون على بناء دولة مدنية، جميعهم يتفقوا، قوة كبيرة جدا في ليبيا تتفق على بناء دولة مدنية على أنقاض الدولة السابقة، ومع ذلك يتصارعوا ويتقاتلوا. هؤلاء هم المسؤولين أمام المواطن الليبي وأمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشريف. أنتم المسؤولين يا عبد الكريم، لماذا تتقاتل؟ لماذا تدخل القضية وتبعد كل القوى الأجنبية التي أعلنت بعضها؟ طيب دكتور فتحي، نريد أن نعرج على نقطة أيضا مهمة جدا. أعتقد بأن الدولة المدنية التي تتحدث عنها في حال ما تم إنشاؤها في ليبيا، ربما حتى وإن رجعنا للتاريخ في قرون سابقة في القرن 17 عندما كانت هناك دولة في طرابلس وكانت قوية، حكمت البحر المتوسط وفرضت سياسة دولية في ذلك الوقت كانت جديدة على الساحة، ربما قد تعاد الكرة مرة أخرى في الوقت الذي نعيشه الآن. ولهذا العديد من الدول الإقليمية لن تسمح بوجود مثل هذه الدولة المدنية التي تتحدث عنها. نعم سيدي، حتى المملكة الليبية المتحدة كانت دولة مدنية راقية جدا جدا، وأزعجت الدول المحيطة، لأن من استراتيجيات مصر للأسف الشديد، نحن نتحدث عن الحكومات المصرية والمخابرات المصرية، لا نتحدث عن الشعب المصري المضطهد مثلنا حتى هو. هذه استراتيجيات الحكومة المصرية أن تكون الشعوب المحاطة بها شعوب متخلفة، شعوب فقيرة، شعوب قبلية، شعوب تحكمها التعصب والجهويات والتخلف والقتال والفقر. يعني هي الآن تتمنى أن تكون السودان وليبيا وحتى غزة حربتها. هذه استراتيجية غبية جدا، يعني بدأ أن نتعاون معا لنبني منطقة رائعة متحضرة لنحن تقاتل. طيب دكتور فتحي، نقطة مهمة فقط لضيق الوقت اعذرني، لكن ألا تعتقد برأيك بأنه في حال ما إذا كان هناك دولة مدنية مثل التي نتحدث عنها، أليس في مصلحة الشعب المصري أن يكون هناك استقرار في ليبيا؟ نعرف بأن الموارد البشرية داخل ليبيا لا تقارن بمصر ولا تقارن بالجزائر ولا تقارن بدول الجوار، أعتقد بأنهم هم من سيكونون المستفيد الوحيد أو الأبرز في حال ما كان هناك ثبات داخل الدولة الليبية واستقرار داخل الدولة الليبية. بالتأكيد بالتأكيد سيدي كريم، هذا ما يفهمه المواطن المصري وما تفهمه أنت وما أفهمه أنا كمواطن ليبي. لكن الحكومة المصرية تريد شخص طاغية عسكري ديكتاتوري على رأس الدولة تستطيع أن تتحكم فيه كما تشاء وتبتلع من ثروات ليبيا ما تبتلعه لأشخاص لجيوب وشركات استثمارات كما فعل مبارك. لكن الدولة المدنية، لو كانت هناك دولة مدنية سيكون التعاون بين الشعوب عبر مؤسسات، أكثر من مؤسسة، بدل أن تتعاون مع بدل أن تسيطر على طاغوت تمتص من خلال ثروات الوطن، تصبح القضية تعامل اقتصادي عبر مؤسسات الدولة، عبر مؤسسات الدولة وليس عبر فرد. وفي هذا تستفيد الشعوب ولا تستفيد الحكومات. ولذلك تعارض مصر بشدة قيام دولة مدنية تسحب من تحتها البساط وتفشل خطها في السيطرة على ليبيا عبر نظام عسكري يشبهها، نظام عسكري ستحتوي في ثواني تحتوي شخص واحد أم تحتوي الدولة. الدولة المدنية لا تستطيع أن تفعل ذلك. نعم الدكتور فتحي الفاضل الكاتب السياسي والأستاذ الجامعي، أشكرك جزيل الشكر.